نعم هو يريد قول الله تبارك وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين، ولذلك صارت الفاتحة أم الكتاب وصارت أعظم سورة في كتاب الله تبارك وتعالى. ونص ابن القيم وغيره من أهل العلم أن سورة الفاتحة زبدتها في قوله إياك نعبد وإياك نستعين، فإياك نعبد هذه في توحيد الألوهية، وإياك نستعين هذه في توحيد الربوبية. فعندما نستعين بالله تبارك وتعالى جل وعلا لا نستعين بغيره، لأننا نعتقد أنه هو الذي يملك كل شيء سبحانه وتعالى. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وهكذا المؤمن يستعين بالله ويتوكل عليه، وقد جاء في الحديث لو أنكم توكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، أي تخرج الفجر جوعا وترجع بطانا شبعانا رزقها الله تبارك وتعالى. في كل يوم يأتيك رزقك، فإذا توكل الإنسان على الله تبارك وتعالى واعتمد عليه واستعان به فقد حقق توحيد الربوبية، وإذا قال إياك نعبد وقد حقق توحيد الألوهية. نعم.